ازيكم يا جماعة، معاكم احمد من وورلد اوتو. الفيديو المقدمة بتاعته باظت بسبب الهواء كان جامد جدا، فالصوت كان رايح خالص في الفيديو. فالفيديو دوت حصري من داخل سوق السيارات الجديد. حضراتكم عارفين ان سوق السيارات في مدينة نصر كان مسبب ازمة مرورية كبيرة جدا. الازمة المرورية دي تفاقمت وكبرت اكتر مع خطة تطوير مدينة نصر، وبدأت الناس تطلب بنقل سوق السيارات خارج مدينة نصر، واللي بصراحة الدولة كانت شغالة في صمت على العمل على سوق السيارات الجديد اللي اتعمل في إنجاز في 28 يوم فقط. سوق السيارات على مساحة 25 فدان. الفيديو دوت هياخدكم في جولة سريعة داخل سوق السيارات، بداية الفيديو من أول كارفور المعادي لحد ما وصلنا لحد سوق السيارات، والجزء التاني من الفيديو هناخد جولة سريعة داخل سوق السيارات، هنعرف حضراتكم بالسوق كامل. وتحت الفيديو في الديسكريبشن هبقى فيه اللوكيشن بتاع سوق السيارات الجديد. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.